عاشت مع أعراض متلازمة داون 23 عاماً قبل أن تكتشف إصابتها بها. لا يصدق من يرى الأمريكية أشلي زامبل إصابتها بالمرض، كونها لا تمتلك أياً من السمات الخارجية المرتبطة به، إلا أنها عانت منذ طفولتها من مشاكل في الركبة والفك وعدم انتظام في ضربات القلب. وما فاقم الموضوع هو مشاكلها مع التعلم الاستيعابي والذاكرة قصيرة المدى. لم يربط الأطباء بين هذه القضايا حتى نظروا في تاريخها الإنجابي، ولاحظوا أن ثلاثة من حالات الحمل الست لديها شخصت بمتلازمة داون. تعرضت للإجهاض في إحداها وأنجبت بعدها طفلتين مصابتين، بينما نجت الوسطى من الحالة الوراثية. فقرر الأطباء إجراء اختبارات جينية لأشلي، واكتشفوا إصابتها بمتلازمة داون الفسيفسائية، ما يعني احتمال 50% لإنجابها أطفالاً بكروموسوم إضافي. ورغم صدمتها الكبيرة، قالت أشلي إنها شعرت بالسعادة لأنها وجدت تفسيراً لمعاناتها طيلة السنين الماضية.